طيب خلينا نبدأ إن شاء الله على طول بأول assignment ونعرف ال resources اللي موجودة عندنا زي ما اتفقنا، نعرف الخطوات ونشوف examples، وبعدين بعد ما تخلص الفيديو ده هوت تطبقها إن شاء الله لوحدك، والموضوع هيبقى بسيط وسهل. يعني اللي بقى أول حاجة مطلوبة عندنا في ال assignment اللي أنا أعرف الغرض بتاع السايت وال strategy. يعني ايه ال purpose ويعني ايه ال strategy؟ ال purpose اللي هو الهدف، أو أنا عامل الويب سايت ده ليه؟ هو أنت عامله ليه؟ انا عامله، والله انا عامله علشان ابيع شويه شوز، تمام، يعني شويه كوتشيات ومش عارف ايه كلام من ده، تمام. يبقى ده الايه، ده البيربس، جميل. طيب ايه هي الاستراتيجي؟ الاستراتيجي دي اللي هي الخطوات اللي انت هتعملها علشان تحقق الغرض ده. يبقى الخطوات اللي انت هتعملها علشان تعرف تبيع فعلا الكوتشيات اللي انت بتقول عليها دي، وتبيع كميات كبيره، وتعرف توصل لعدد كبير من الناس وكده، يعني الخطوات اللي انت هتعملها علشان تنجح البيزنس اللي انت شغال عليه. يبقى فكرة البروجكت بالاول خالص هي ايه؟ اللي انا بعمل اي كوميرس، اللي انا بعمل ويب سايت، الويب سايت ده هو بيبيع منتج معين. اتفقنا ان المثال اللي انا هشرحه هنا تشوز، انت ممكن تختار اي حاجة انت عايزها براحتك خالص، تمام. وطبعا ساعتها انت هتغير الدوكيمنتس كلها، وبالتالي الدوكيمنت اللي انا هنشوفها ان شاء الله مع بعض ده مش هي دي اللي هتكتبها زيها بالظبط ابدا، لا، انت هتاخد افكار من اللي انا عامله وتطبقها على الحاجه اللي انت عاملها، تمام. هتاخد مثلا الريسورسز اللي انا حاططها وتطبقها على الايه، على الدوكيمنتس اللي انت عاملها ان شاء الله. يبقى اول حاجه كان بيقول لي ان انا اعرف السايت بيربس. طب انا عايز يا اعرف هو اصلا ايه هو البيربس بتاع الويب سايت بشكل عام. مبدئيا خلينا، ده بيقول لك البيربس بتاع الويب سايت، اقرا. انت عندك طبعا انواع كتير من الويب سايتس، عندك بلوجز، عندك اي كوميرس، عندك انترتينمنت، حاجات ترفيه وكده. احنا يهمنا ايه؟ احنا يهمنا هنا الاي كوميرس اللي هي الالكترونيك كوميرس، اللي هي التجاره الالكترونيه. يعني احنا بنعمل ايه؟ بنبيع حاجه، بنسيل حاجه. يبقى اهو ببساطه البيربز اوف اي كوميرس ويب سايت تو سيل برودكتس، انت بتبيع برودكتس لمين؟ لليوزر، تمام. انجح الويب سايتس بيعملوا ايه؟ هما اللي بيبيعوا بنسبة كويسة وبيحققوا ارباح عالية وبيقدروا يوصلوا لعدد كبير من الناس، تمام. اهو يبقى هو قال لك الغرض بتاع الاي كوميرس بشكل عام. يبقى لو انا جيت قلت لك بقى هنا، انا مثلا اتفقنا ان انا اول حاجة انا هعملها، يبقى اول ستيب، تعالى معانا كده نرجع للسلايد، خلينا ماشيين واحدة واحدة. يبقى احنا كده قرأنا الريسورس ده، تمام. طيب ما تيجي نقرأ كده الريسورس ده نشوف بيتكلم عن ايه. خلينا واحدة واحدة بس كده عشان من ايه ما نتلخبطش. يبقى الويب سايت بيربس طبعا اللي انت ويب سايت نوت ريلي اباوت ذا ثينج ذات يور سيلينج، هي الفكرة كلها اللي هو بيعرض احتياجاتك. يعني هو بيقول لك ايه، بريسبكت ذير نيدز، بيعرض احتياجات مثلا الكومباني اللي عندك. انت عملت دلوقتي شركة، الشركة دي بتبيع الايه، شوز زي ما اتفقنا. طيب انت عايز تبيعها وتوصل لعدد كبير من الناس، هتعمل ايه؟ هتعمل ويب سايت. بمعنى ايه برضو؟ اللي انت هتعمل ويب سايت تجاري، الناس تقدر تدخل من عليه تشتري حاجات، الحاجات دي توصل لها وهكذا، تمام. يبقى ده برضو مصدر تاني ممكن تقرأه، ممكن تقرأ البلوج دهيت وتكملها، تمام. وده برضو الاي كوميرس استراتيجي، خلينا نبص عليها. يبقى دلوقتي احنا خدنا الايه، البيربس، عرفنا البيربس كان ايه. طيب الاستراتيجي بقى قال لك انت ممكن تعمل حاجات كتير، ممكن عندك مثلا توفر سبسكريبشنز. يبقى حد عارف مثلا، اكيد بيدخل، اكيد دخلت قبل كده على ويب سايت لقيت اللي هو بيقول ايه، ممكن تشترك سبسكريبشن مثلا ب 12 دولار او ب 16 دولار او ب 20 دولار، اللي هو كانه بيجيب لك شويه ايه، بندلز. يعني كأنه بيقول لك لو انت مثلا اشتركت هنا انا هديك خدمات كذا وكذا وكذا وكذا. يبقى هو قال لك الحاجات ديت دي استراتيجي عشان تنجح الايه، البيزنس اللي انت بتعمله. وطبعا شويه حاجات كمان اللي انت اد ريفيوز عشان تعرف راي الكاستمرز ايه، تعمل سيلز، الديسكريبشنز يكونوا حاجه واضحه، تبني حاجه اسمها لويالتي بروجرام، يعني مثلا يبقى في ديسكاونتس، يبقى في فري برودكتس، يبقى في فوكرز اللي هو مثلا لو حد دخل على طلبات بيبقى في خصم مثلا 40%، كلام من ده. يبقى كل الكلام ده ايه، استراتيجي. يعني ايه استراتيجي؟ يعني الحاجات اللي انت ممكن تستخدمها عشان توصلك للايه، للهدف. كمان ده كمان تمام كده، كل الكلام اللي انا قلته لغايه دلوقتي معظمه نظري، تمام. يعني معظم الناس ممكن تتضايق علشان انا كل الكلام ده نظري، ولكن ان شاء الله الباقي بقى ده ايه، ما عادش في حاجه اسمها نظري. اول مثال عندنا طبعا كاي كوميرس، اكبر اي كوميرس في العالم هو شركه ايه، شركه امازون، تمام. وهنا طبعا بيعرفك امازون بدات امتى، بدات كانها اصلا بوك ستور في الاول، وبعدين بدات تبيع تقريبا كل حاجه، يعني ما عادش في حاجه تقريبا امازون ما بتبيعهاش. وبيقول لك برضو امثله تانية زي مثلا ده محل نظارات،
برضو اي كوميرس عن الدارات وهكذا، يعني انت ممكن تقرا برضو ايه حاجات دهيت تستفيد منها يعني. طيب نبقى احنا دلوقتي اخدنا ايه، نبقى نرجع كده للباوربوينت نمشي خطوه خطوه عشان ما نتوهش. اول حاجه احنا عرفنا الريسورسز وشفنا اللايف اكزامز اللي هي زي امازون وزي محل النظارات، وممكن تقرا عنها بقى في اي وقت انت فاضي فيه. ودلوقتي بقى عايزين نحولها للريكوايرد ستيبس اللي هي الخطوات علشان نقدر ايه نقدر نسلم فيها الاساينمنت. اول حاجه المفروض نعملها ايه، اختار فكره صح ولا لا. يبقى اختار فكره او منتج انت عايز تبيعه. انا اخترت ايه، انا اخترت شوز. انت عايز تختار ايه براحتك خالص، اختار الكترونيكس، اختار مثلا زي ما انا كنت قلت قبل كده اختار ميك اب مثلا، اختار هدوم، اي حاجه اي حاجه انت برودكت انت عايز تبيعه. تمام، قرر له اسم، يبقى هات له اسم. يعني اكيد انت مش كل شويه هتسمي البروجكت بلا يعني نيو فولدر، لا انت اكيد هتسميه بحاجه. انا مثلا هنا سميته تشوز ارينا. تمام، عادي براحتك، الاسم طبعا ده يرجع لك بشكل كامل يعني. بعدين اتفقنا اللي هي الجملة اللي هتشرح الويب سايت بتاعك هيعمل ايه. خلينا نشوف كده انا كاتب ايه هنا. تمام، وانا ما بقولش ان هو ده الصح الوحيد، وانا ما بقولش ان هو ده المفروض يبقى موجود. انا طالب وبقول لكم الحاجة اللي انا هسلمها او الحاجة اللي انا عملتها، ممكن تاخد افكار منها تزود عليها تشيل منها تخليها مناسبة اكتر للموضوع اللي انت بتقوله، اي حاجة بقى من الكلام ده. تمام، حلو. يبقى مثلا بيقول لك انا كتبت هنا ايه، ان البيربس اوف ذا ويب سايت ان بيهدف ايمز افكتيفلي سيل شوز، اللي هو منطقي اللي انا عايز ابيع الايه شوز، واعمل لها شيب يعني شيبنج يعني اللي هو اوصلها لكل مكان في العالم. ماشي، الماتيريالز تكون هاي كواليتي ماتيريالز ووايد رينجينج شوز تايبس، يعني انواع كتير من الشوز. يعني مثلا ممكن مثلا احيانا بيبقى في شوز خاصه مثلا بتبقى طبيه او حاجات مثلا زي ريسنج يعني حاجات للجري والكلام من ده. تمام، يبقى ده هدف الويب سايت. انا هنا انا كتبت الايه الهدف الويب سايت اللي انا ابيع شوز واوصلها كل مكان تقريبا في العالم، والماتيريال تكون ماتيريال نظيفه يكون فيها اكتر من انواع، و واللي هو انواع زي ايه زي جنرال يوز مثلا او سبيشال يوز. انت برضو تشوف الحاجه اللي انت هتكتبها كانت ايه، هدوم، يبقى انت برضو ممكن تكتب حاجه زي كده وتزود بقى من عندك. مفيش حاجه صح وغلط هنا، انت بتكتب اللي انت شايف ان الويب سايت المفروض يعمله. الفكره كلها في الاساينمنت الاول اللي انت بتحاول تفهم البيزنس اللي انت بتعمله ايه، وبالتالي انت بتفهم الغرض بتاع البيزنس الاول، وبعدين الاستراتيجي. انا الاستراتيجي ده انا جمعتها منين؟ والله انا بصيت مثلا على حاجه زي امازون وقلت علشان امازون ينجح عمل ايه، فمثلا ديستريبيوشن اللي هو التوزيع، الشيبنج اللي هو الشحن، يعني يبقى ايه يبقى سهل بمينيمم كوست، يعني ما فيش حاجه مثلا تتبعت من مكان للتاني بكام، ب 1000 دولار. طب ما يعني الحاجه اصلا كلها ب 500 دولار، واخد بالك من الفكره؟ يبقى انت بتشوف الحاجات اللي انت المفروض تعملها علشان ايه، عشان تنجح البيزنس. ومش هي دي برضو الحاجات اللي انت المفروض تكتبها، ممكن تزود ممكن تشيل، انا عارف ان انا بكرر كتير بس انا باكد بس. ماشي، يبقى ديستريبيوشن يبقى ايزي شيبنج مثلا، البرايس يكون كومبيتيتيف برايس، ما انت اكيد لازم برضو يكون اسعار منافسه. فليكسيبيليتي يعني ترجع بسهوله وتبدل بسهوله، ان الترافيك يكون في ترافيك على الويب سايت مثلا عن طريق الادز والكلام من ده، يكون في ديسكاونتس واوفرز وادينج ريفيوز وريتنجز، واكسكلوسيف سيلز في اوقات معينه مثلا في السنه. تمام، راس السنه مثلا، مش عارف ايه الاعياد الكلام من ده. اوبتمايز برودكت ديسكريبشنز، يبقى انت يبقى في ديسكريبشن واضح للبرودكت اللي انت بتبيعه. وي اوفر انستنت ديسكاونتس تو نيو كاستمر، دي الاستراتيجي الخاصه بيا، المجموعه النقط دي. انت عندك استراتيجي اكبر زود براحتك عادي، هل لازم بنفس الترتيب؟ لا، زود اي حاجه انت شايف ان هي هتنجح البيزنس الخاص بيك. تمام، لغايه دلوقتي تمام، حلو قوي. انا جبت الكلام ده منين؟ والله انا اخترعته، انا درست كويس الحاجه اللي انا المفروض اعمله، البيزنس اللي انا المفروض اعمله اللي هو الشوز، وبدات اطبق عليه. قرات شويه اللينكات دهيت وبدات بقى اكتب عادي، بقى اكتب كانه موضوع تعبير يعني. ماشي، طيب تاني نقطه مهمه اللي هي الستيك هولدرز. فكره الستيك هولدرز بكل بساطه يا جماعه، اي حد له تاثير على الويب سايت بتاعك يبقى هو اسمه ستيك هولدر. يبقى اي شخص في العالم، اي منظمه في العالم، اي حاجه في الحاجه، اي حاجه بتاثر او بتتاثر من الويب سايت الخاص بيك يبقى هي كده ستيك هولدر. بمعنى هقول لك بمعنى ايه، شوف معايا كده. مثلا الامبلويز، الموظفين،
هل ده هيبقى فيه او هيعمل افكت على الاورجنايزيشن او الويب سايت الخاص بيك؟ ايوه طبعا. ليه؟ عشان هيبقى فيه موظفين شغالين في مثلا الشركه دهيت، هم اللي بينقلوا الحاجه، هم اللي بيعملوا حاجه، اللي يبقى هم اكيد موجودين. طيب السبلايرز اللي هو الناس اللي هيجيبوا لك اصلا الماتيريالز، صح؟ يبقى برضه هما موجودين كستيك هولدر. اليونيونز اللي هي الاتحادات. طب البروجكت مانجر الراجل اصلا اللي مسؤول عن الليله دي كلها، مش هو برضه له تاثير على الابلكيشن الخاص بيك؟ ايوه. يبقى كل ده ستيك هولدر. اليوزر ذات نفسه، صح ولا لا؟ اليوزر هو اللي بيشتري، مش كده؟ طب حد هيقول لي يا انت حاسس ان انا انت ملخبطها شويه. هقول لك ماشي. بص، عندي اتنين ستيك هولدرز او نوعين من الستيك هولدرز، internal stakeholders و external stakeholders. تمام. تاني، internal stakeholders معناهم ايه؟ اللي هم اللي بيكونوا جوه الاورجنايزيشن الخاصه بيك نفسها، يعني الحاجه المتعلقه بالاورجنايزيشن الخاصه بيك، زي السبلايرز، زي الامبلويز اللي هم الموظفين، زي البروجكت مانجر، مانجمنت تيم، الناس اللي بتدير، الادمن اللي بيرفع الحاجه على الويب سايت، كل الكلام ده internal stakeholders. ال external stakeholders الحاجة اللي ملهاش دعوة بال organization بتاعتك، تمام؟ لا، الحاجة البيئة الخارجية، زي ايه؟ زي ال competitors، المنافسين، ال users، مش عارف ايه الكلام من ده، تمام؟ طيب يبقى انا علشان احدد ال stakeholders المفروض اعمل ايه؟ اسأل نفسي كذا سؤال. اول حاجة، مين هيستخدم ال application؟ ال application هو نفسه الويب سايت عموما، يعني ممكن تسميه الويب سايت application، ماشي؟ المهم، مين اللي هيستخدم الابلكيشن؟ هتقول لي حد كده هيتسرع بسرعه وهيقول لي اليوزر. هقول لك يعني اليوزر بس اللي هيستخدم الابلكيشن؟ طب مين كده اللي هيرفع البرودكتس؟ مين اللي هيعملها ابلود؟ هتقول لي اه، يبقى لازم كمان يكون في مثلا ايه، مانجمنت تيم او بروجكت مانجر. يبقى الفكره في ايه؟ اللي انت لما تيجي تسال نفسك الاسئله دي هتقدر تحدد الستيك هولدرز. مين اللي هيستخدم الابلكيشن؟ الشخص اللي بيرفع، الشخص اللي بيشتري، الشخص اللي بيجيب لك الحاجه، الكلام ده كله، تمام؟ طيب، او ممكن تسال نفسك سؤال موسع اكتر، مين اللي هيأثر او يعني هو will affect or be affected، مين اللي هيأثر او هيتأثر بالاورجنايزيشن الخاصه بيك، تمام؟ ودي برضو مجموعة من اللينكات نبص عليها. مثلا هو هنا بيقول لك الستيك هولدرز الخاصين بأمازون، تمام؟ ده real life example اهو. ممكن تشوف مثلا اهو الاكسترنال ستيك هولدرز، زي الكاستمرز، زي الاونلاين سيلرز، زي الكومبيتيتورز المنافسين، زي اللوكال كوميونيتيز المجتمعات، زي الجفرمنت. حد يقول لي ايه ده، هو الجفرمنت تعمل ايه في الستيك هولدرز بتاعت امازون؟ هقول لك، مش الجفرمنت مثلا بتحط تاكسز، صح؟ ضرايب، مش كده؟ طيب الضرايب دهيت مين اللي بيحطها؟ الجفرمنت. يعني هما بيأثروا فعلا على الايه، على البيزنس الخاص بيك، يبقى هما كده يعتبروا ستيك هولدرز. هل هما خاصين بالاورجانيزيشن ذات نفسها؟ هتقول لي لا، يبقى هما اكسترنال، تمام؟ امال ايه الانترنال؟ لا، الانترنال بقى مثلا السي اي او، البريزيدنت، التشيرمان. والتقسيمه دهيت مش ثابته، انا هنا كتبت بريزيدنت، او هنا مكتوب مثلا في امازون بريزيدنت وسي اي او وشيرمان وكده. هنا مثلا في المثال اللي انا عامله بقى، لو جينا نشوفه على نوشن، هنا عموما ده برضو انا كاتب في نوشن، ماشي؟ بحب الكتابه على نوشن اكتر يعني. هتلاقيني اللي انا مقسمها تقسيمه مختلفه، عادي، مفيش حاجه ثابته، تمام؟ كلها طرق وكلها براحتك خالص، انت ممكن تعمل اي حاجه، اهم حاجه اللي انت تدرس الابلكيشن بتاعك صح. فانا هنا مثلا خلاص، احنا دلوقتي ايه، احنا عرفنا كده بالترتيب اللي احنا ماشيين بيه، عرفنا الريسورسز، تمام؟ ممكن نبقى نبص على الحاجات دهيت، هي الحاجات اللي انا كتبتها دي تلخيص ليها يعني، بس برضو الافضل طبعا ان انت تبص على الريسورسز. او مثلا بيقول لك المانيفاكتشرز، الهول سيلرز. حد هيقول لي ايه، طب انت مش كاتب المانيفاكتشرز؟ ايوه، انا كتبتها بتقسيمه تانية، تمام؟ يبقى دي على حسب البيزنس الخاص بيك. انا كتبتها مثلا هنا، شوف كده انا كتبتها ايه هنا بقى. انا هنا مثلا كتبت في الانترنال ستيك هولدرز اللي هو البروجكت مانجر، الشخص اللي هيبقى مسؤول على الاي بيزنس كله، والمسؤول عن اللي هو بيعمل السوبرفايز يعني المشرف يعني. المانجمنت تيم ده اللي هيعمل مانج للبرودكتس، السبلايرز هم اللي هيجيبوا لك الماتيريالز وكده، البارتنرز الناس اللي هيشتركوا معاك مثلا لو انت عامل شراكه مع حد او كده، تمام؟ الامبلويز الموظفين اللي هيشتغلوا عندك، يبقى كل دول موجودين في الايه، في الستيك هولدرز، في الايه، في الانترنال ستيك هولدرز الخاصين بالاورجنايزيشن ذات نفسها. الاكسترنال ستيك هولدرز الكاستمرز، الناس اللي هيشتروا اصلا الحاجه، يعني الناس اللي هيقدروا مثلا يدوروا في الايتمز، يشتروا ايتمز، يبقى عندهم سبسكريبشنز، يبقى ليهم ديسكاونتس، يبقى ليهم اوفرز وكل الكلام من ده. اونلاين سيلرز الناس اللي بتبيع. ما هو خلي بالك، ممكن في شركات بتبيع عندك في الابلكيشن، مثلا اديداس، تمام؟ اديداس شافت اللي انت ما شاء الله الويب سايت بتاعك كبر قوي وبقى عليه ترافيك عالي، فقالوا لك ايه،
انا ممكن اشترك معاك مثلا، ابيع حاجتي وهتاخد نسبه، صح ولا لا؟ يبقى ده برضو ايه، ستيك هولدر، طالما هو هيستخدم الابلكيشن. الكومبيتيتورز، الناس اللي معاك في نفس المجال، مثلا معاك في نفس الاي كوميرس بيبيعوا نفس الحاجه، وبالتالي انت محتاج ايه، تنافسهم، تعلي عليهم. تمام. الجوفرمنت زي ما اتفقنا ممكن يبقى عندهم مثلا ريجوليشنز، قواعد خاصه بيهم، تاكسز، الكلام من ده. يبقى انا كده لغايه دلوقتي عملنا ايه؟ ده طول شويه، سوري انا فتحت ده بالغلط. خلاص يا عم فتحتك بالغلط. الفيديو ده طويل شوية معلش. ولكن احنا لغاية دلوقتي احنا عملنا أول جزئين مهمين جدا، اللي هو حددنا ال احنا فين؟ تمام. أول حاجة حددنا ال purpose وال strategy، تمام، وحددنا ال stakeholders وعرفنا الفرق ما بين ال internal stakeholders وال external stakeholders، وحددنا العلاقة بتاعت كل stakeholders بال business أهو. انا هنا حددتها اهي، اللي هو ده مثلا بيمانج الويب سايت، ده هو اللي بيرفع البرودكتس، كلام من ده. تمام. هل انا ممكن اعمل يعني، هل انت مثلا في البروجكت الخاص بيك ممكن تعمل تقسيمه تانية؟ ممكن، على حسب الايه، على حسب البيزنس الخاص بيك وعلى حسب رؤيتك ليه. تمام. الفيديو جاي بقى ان شاء الله هنبدا نشوف الباقي، هنبدا نعرف ازاي هنعمل الموك اب او السكتش ده، وايه المصادر اللي انا ممكن اشوفها علشان اختار التمبلتس المتاحه، ونعرف اصلا يعني ايه تمبلس والكلام ده ان شاء الله في كله في الفيديو الجاي.